أهلا بكم من جديد. أكد وزير العمل عادل الركابي أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الرفاهية والعدالة المجتمعية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأكد وجود مساع لتوزيع إعانة الحماية الاجتماعية للمستفيدين شهريا بدلا من شهرين، لافتا إلى أن هذه الخطوة ضمن البرنامج الوزاري الجديد. وبين الركابي أن التعاون سيتم مع مصرف الرافدين لبحث المقترح، كون المنحة تخص الفئات الفقيرة والمستضعفة من المجتمع، الأمر الذي يجعلها بحاجة ماسة إلى مبلغ الإعانة بشكل سريع.